ضد هذه الفكره اللي قال وزير العدل، حيت اخويا غيكثر الفساد في البلاد بزاف، غيولي لي اي واحد دبر على شي وحده ولا مصاحب مع شي وحده ولا باقي ما دايرين عقد الزواج لا والو، غادي يولي يديها لوطيل يقضي معها الغرض ويكثر الفساد عندنا في هذه البلاد. انا من الاحسن بالنسبه لي انا اتحيد هذه القضيه ديال بلا ما يتعطى عقد الزواج. وزير العدل نقول لي راه يشوف الدين شويه، يتبع الدين ديالو باش يفهم بزاف الحوايج، وبزاف الحوايج ابار هذه القضيه ديال العقد وهذا ولا كيخربق من ناحيه المنظومه ديال الزواج وهذا ولا كيخربق. انا ضد هذه القضيه حيتاش لا غتولي استيبه في البلاد، اللي جاب شي صاحب شي حاجه جيبها للوطيل، داكشي فهمتي غيجيبوا صحاباتهم وداكشي ما غاديش يبقى فهمتي القانون والنظام وداكشي، اي واحد اللي جا غادي يولي يدخل، هي زوينه وخايبه عاوتاني فهمتي، ولكن ماشي واحد مجوج ويجيب صاحبته زعما الاوتيل داكشي ضروري خاص لك فهمتي باش يبقى داكشي غادي في السياق ديالو. مجوج راه عطى ليه زابورتمون كيتكراو في النوار، يعني يمشي لشي ابارتمون، يعني اوتيل راه كيبقى اوتيل فهمتي، خاصك لاكت خاصك مكتبقاش زعما حلاوه الاوتيل. انا قلت هذا كينشر الفساد، هادشي اللي كاين، والاخر الشرع وهو خص الانسان يكون يعني الى دخل مع الزوجه ديالو مع اي امراه خص يكون العقد ديال الزواج، اما الى ما دخل شيء مع الزوجه ديالو راه كياخذ كل واحد كياخذ شومبره في الجهه ديالو، ومن بعد الفساد راه كي يعني راه معروف الطريقه ديال الله يهديهم، هذا ما كان الله يهديهم يمشيوا على الشريعه الاسلاميه ويعني يحترموا الشريعه ديال الاسلام. لا ضروري خصهم يطلبوا، غيبقى البلاد غدا غتخربق، ما غتولي الدنيا كتقلع وصافي. بغينا نقولوا لهم زعما كاين يبدلوا هذا السيستيم، من الاحسن يبدلوه، يعطوا للشعب واحد الحريه واحد النظام زعما نطوروا فهمتي. ربما واحد الانسان اللي ما مجوج وغير مع واحد كوبل اونت غيومي متفاهمين وباغيين يزيدوا قدام، على الدوله خاصها تساعدهم على هذا المشكل هذا فهمتي. سا دي بون لو كوبل، راه كاين الدين كاين الطريق والطريق فهمتي، وكل شيء باين خويا. الو جينا نهضروا عاود في الدين عاود ما خاصنا نعرفوا الكوبل كيفاش داير وهادي واش متفاهمين فهمتي، سبحان الله. مي اون جينيرال زعما كوم ريزومي جو دوا كي دوا افوا دوني لو لا ليبرتي ولا ليبراسيون لهاد لو كا هذا، ما خاصهمش يطلبوا الكا يطولوا نورمالمون، مي لا كا ديزونتيتي اوكي دو سكس.